كان سوق الشواكة الرئة التجارية للبغداديين، لا سيما منتجات الألبان، حيث القيمر الحلي وجبن كركوك ولبن أربيل وأنواع الخضار التي تأتيها من محيط كرخ بغداد لتحط في دكاكينها، وهي المحلة الوحيدة التي كانت محلاتها تواصل الليل والنهار فلا تعرف الإغلاق أبداً، ولكن هذه السوق تحولت إلى الشورجة فيما بعد وبقيت علوة بيع السمك فقط.